أحبائي أسعد الله أوقاتكم. نكمل محاضراتنا من خلال جوجل كلاس روم في مساق الباور بلانتس انجينيرينج، محطات الطاقة. الوحدة اليوم إن شاء الله بدنا نبدأ في الوحدة السادسة، اللي هي زي ما أنتم شايفين اسمها، اسم الوحدة Combustion Chambers، اللي هي غرفة الاحتراق. طبعا احنا في الوحدة الخامسة غطينا كل مكونات التوربينات الغازية، وفهمنا آلية العمل، الاحتراق، المكونات، كل مكون ايش وظيفته. وبالنسبة للكومبشن تشامبر اختصرنا وبس اعطينا تعريف بسيط، والان راح نخوض في كل تفاصيلها ان شاء الله في لقاء اليوم. لقاء اليوم السبت 26 ابريل 2020، المحاضرة التاسعة في هذا المساق اللي هو Power Plants Engineering Lecture Number 9 من اليونت 6 اللي هي الوحدة Combustion Chambers. من خلال الوحدة الخامسة أخذنا فكرة مفصلة عن التوربينات الغازية، وللتذكير راح نطلع مع بعض في هذا المخطط او الرسمه او الدايجرام او اللاي اوت او الصوره، خلينا هي اقرب للصوره، للمكونات بتوضح بدقه رائعه الصراحه لهذه اللي هي 2500 جاس تيربين، توربينه غازيه. نتطلع في طبعا من وين بدخل الهواء على طول. هذه على فكره اجت في امتحان قبل، هي في امتحان نهائي اظن، من ناحيه المكونات، وظائف كل مكون والانظمه الرئيسيه. من وين بدخل الهواء؟ من هنا ولا من هنا؟ لا طبعا، الهواء بدخل من ناحيه الكمبريسر. فعندك هنا بالماوث اللي هو المدخل الجرسي للهواء، وفي عندي هذا النوز اللي هو بيحوله للامينار فلو، بدخل على الكمبريسر. طبعا بنحكي عن كمبريسر ضخم جدا. بعد الكمبريسر في عندي الكومباستور زي ما انتم شايفين اللي هو الكومباستشن تشامبر، وبعدها في ايش اللي بحرك الكمبريسر، في عندي شيء اسمه الهاي بريشر تيرباين او الكمبريسر تيرباين، وبعده في عندي اللود تيرباين. شوف كم مرحله، 2 3 4 5 6 مراحل. بعدين في عندي هنا الكابلينج اللي هو بناخذ منه الحركه، وفي عندي هنا الديفيوزر ومنه الاكزوست على الاتموسفير. حاطط هو باختصار ذا كومبريسر من الشمال لليمين، ذا كومبريسر، هاي الكومبريسر. بعدين الانيولار كومباستور، هيو هذا النوع من، شوف الكومباستور اللي عامل زي السمكه، هذا هو الكومباستور. طبعا جاي دائري، داير ما يدور الشافت كله، عبارة عن وحدات احتراق راح نشرحها اليوم. هاي بريشر تيرباين اللي هو مكون من مرحلتين، وبعدين عندي اللو بريشر تيرباين او اللو تيرباين اللي هو مكون من 6 مراحل. نبدأ في وحدة اليوم بسم الله. ديزاين فيتشرز، اول عنوان اللي هو، انا في عندي عدة محاور الصراحة، في اللي هو الجاس تيربان ديزاين فيتشرز، العنوان موجود امامي. بعدين بيجي عندي تايبس اوف كومباستورز، بعد ما نطلع على المكونات هذه بشكل سريع. عندي الكومباستورز، في عندي 3 انواع من الكومباستورز راح نشرحهم. وبعدين في عندي الكومبشن كومباستور ديزاين ماست اتشيف، المتطلبات او ايش الكومباستور يجب ان يتوفر فيه. بعدين اخر حاجه راح نحكي في الكومبشن بروسيس، في ناخذ الصوره بنوضح الرسمه هذه للديستريبيوشن اوف اير او اير ديستريبيوشن، عمليات الاتوميزيشن والفابورايزيشن والميكسن والاجنيشن، كيف اللهب بتكون وايش اللي بيصير داخل الكومبستور. نرجع من البدايه. ديزاين فيتشرز اند اوبريتنج برينسيبلز. Design of a gas turbine combustion system is a complex process. هي عملية معقدة بصراحة، يعني احنا بنحكي عن قمة التكنولوجيا، قمة التصميم،
قمة استخدام المواد الميتالرجي علم المواد والايروداينامكس والفلويد ميكانكس والثيرموداينامكس، يعني بنحكي عن محرك معقد جدا وصعب جدا تصميمه وتنفيذه، وللأسف حتى الآن مش كتير دول العالم مش كلها بتصنعه، يعني الأعلى الدول الصناعية في العالم هي اللي أعلى مستوى هم اللي يستطيعوا تصنيعه وتسويقه ومعروفين طبعا. The design of gas turbine is a complex process، عملية معقدة، involving fluid dynamics اللي هي حركة السوائل والموائع، combustion تقنيات الاحتراق على أعلى مستوى، and mechanical design والتصميم الميكانيكي المناسب من شكل ومن من كفاءة مكونات بالإضافة للمواد السبائك المستخدمة. Aeroderivative engines are designed to be capable of starting. هنا في حاجة ظريفة جدا ومهمة، انتوا عارفين انه البويلر او الستيم توربين عشان نشغله from cold ايش لازم نعمل؟ بنيجي للبويلر بنولع البيرنرز وبنبدأ نرفع الضغط داخل الستيم توربين، وبياخد معانا من 8 ساعات الى 20 ساعة، في هذا حسب التصميم، اذا كان ووتر تيوب 8 ساعات 5 ساعات 6 ساعات 4 ساعات في أحسن الحالات، لما لا يصل إلى 18 20 ساعة في الووتر تيوب، طبعا بنحكي على على البويلر الضخم اللي هو البروبولشن أو الباور جينيريشن. في الغاز تيرباين المعلومة الغريبة، اسمع، capable of starting from cold، عندك المحرك بارد بدك تشغله وتحمله to full power من 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 cold لفول باور في ايش 1.5 to 2 minutes، من دقيقة ونص إلى دقيقتين. تخيل أنت درجة الحرارة تصل طبعا في عند الكومبشن تشامبر حوالي أكثر من 2000 درجة مئوية 1900 درجة مئوية، وإحنا بنحكي هنا 2000 فهرنهايت اللي هو داخل المحرك، يعني بنحكي عن أكثر من 1100 درجة مئوية، حوالي 1100 درجة مئوية ديجري سنتيغريد، وهذه درجة مرعبة هائلة جدا ومستمرة. خلال دقيقتين بده يكون من بارد ل 1100 درجة مئوية. From initiation of start، طبعا من الستارتنج. This means that the entire engine can be subjected to tremendous، مش high، tremendous thermal transients، تغيرات حرارية هائلة، tremendous يعني عالية جدا مرعبة، in the combustor داخل غرفة الاحتراق. A change in metal temperature، طبعا تغير الحرارة من 10 أو 20 درجة مئوية ل 1000 و 1500 درجة مئوية in a period of 1 minute، خلال دقيقة واحدة، هذا إشي طبعا يحتاج إلى تجهيز عالي وإلى مواد خاصة وإلى تصميم مميزة جدا. A major combustor liner design consideration is thermal growth، طبعا هذه الارتفاع أو التمدد أو التغير في الحرارة لازم يؤخذ بكل الاعتبارات في التصميم. هنا في عندي مكونات الـ exploded diagram بسموه، أو اللي هو الرسمة التفجيرية، اللي هو بنجيب الغاز تيرباين وبنفكفكه وبنبعد الأجزاء عن بعض، لما بنجمعها شوفوا من 1 2 لعند ما نصل ل 11 معناها جمعنا التوربينة كاملة. بنطلع على المكونات بسرعة. واحد زي ما انتم شايفين، واحد هو عبارة عن الانلت، 2 فرونت كومبريسر اللي هو الكومبريسر الامامي، 3 انترميديت اللي هو الغلاف الاوسط للكومبريسر، الجزء الاوسط في الكومبريسر، بعدين مين اكسسوري جير بوكس. هذه مهمه يا جماعه، ايش المين اكسسوري جير بوكس؟ دائما هذا هو اللي بكون معشق مشبوك في بالتروس في الكمبريسر، هذا اللي بكون في الستارتر موتور اذا فاكرين، اللي هو موتور التشغيل الاولي اللي بنبدا ندور فيه لعندما نصل للدرجه لعدد اللفات المناسب عشان ندخل الوقود والاجنيشن ونوصل بالتدريج للسيلف سستيننج سبيد او الايدل سبيد. وطبعا هذا كمان بيحرك ايش اذا فاكرين، اللي هو اللوبريكيتنج بامب والفيول بامب اللي هي مضخة الوقود ومضخة الزيت، يعني له شغل مهم كتير. نمرة 5 اللي هو رير كومبريسر، الان بنيجي للجزء الكومبريسر الخلفي.
ست الديفيوزر. اذا عندي الكمبريسر جزء امامي وجزء خلفي وجزء اوسط، وعندي الكومبشن تشامبر على طول بعد بعد الكمبريسر. ايش بيجي؟ اللي هو الديفيوزر اللي هو بدخل الكومبشن سيكشن على السبعة، نمرة سبعة الكومبشن سيكشن، هايو الجزء اللي هو اللي هو اللي هي الباسكتس او الكومبستورز اللي بيصير داخلها اللهب. ثمانية عبارة عن تيرباين نوزل، النوزل الان اللي بيبدأ يدخل الغازات الناتجة من الاحتراق على التوربينة. بعدين تسعة وعشرة الرير والفرونت كومبريسر درايف تيربان، التربينتين التسعة وعشرة التربينات اللي بيدوروا الكومبريسر الفرونت والرير. 11 اكزوس كيس اللي هو الطوق اللي بيخرج من خلاله الاكزوس. الان العنوان العنوان المهم عندنا اليوم اللي هو الكومبستور. هذه الرسمه بتورينا احد اشهر انواع الكومبستور واقدمها، اللي هو النوع الاول من الكومبستورز اللي احنا بنسميه الكان اور سيليولار كومبستور. سيليولار يعني خلوي او خليه، خلايا منفصل، كل سل منفصلة. وكان يعني علبة زي علبة الكوكاكولا. فبتلاقي مكون من كان، شايف كومبشن تشامبرز، هاي هالكومبشن تشامبر، هاي واحدة تنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. إذا في عندي ثمانية كومبشن تشامبرز زي ما أنتوا شايفين، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. طبعا كلهم هدول بينهم خط الوقود، هاي بوصل الوقود من الأولى للثانية للثالثة للرابعة. هنا مدخل الهواء، الفتحات اللي برايمري اير سكوب، وبعدين في هنا كومبريسور اوتلت، الهواء اللي جاي من الكومبريسور بدخل من خلال زاويه او كوع معين على وين؟ على كل عين من العيون هذه بدخل الهواء. وهنا بيجي الوقود على النوزل، النوزل اللي هو العين اللي بيطلع منها الوقود، وبصير الاحتراق في الكومبشن تشامبر اللي هو هذا الجزء. طبعا هنا في عندي اير كيسينج اللي هو الهواء من خلال، في عندي انا نخوض في التفاصيل لاحقا، بس في عندي برايمري اير وفي سكندري اير، زي تقريبا شبه البرنر تبع البويلر. الان ايش بحكي هنا؟ هو the gas turbine combustion chamber اللي هي غرفة الاحتراق اللي بيصير فيها الاحتراق must convert the chemical energy of the fuel، الكيميكال انرجي اللي هي الطاقه الكيميائيه اللي في الهيدروكربون في الوقود، تو ثيرمال انرجي، هذا وين بيصير؟ داخل الكومبشن تشامبر، تو بروفايد يونيفورم جاس تمبريتشر انتو ذا توربين، عشان يعطينا الحراره المطلوبه والمتزنه داخل عشان ندور التوربينه. ايديلي يوزنج كومبستور فوليوم وذ لو بريشر، سمول كومبستور فوليوم، طبعا الكومبستور لازم يكون حجمه صغير، ما يحكيش عن حاجات ضخمه، لانه هذا ممكن يكون في طائره او ممكن يكون في، من ميزه الجاس تيرباين انه كومباكت، انه حجمه صغير. اذا هنا الكومبستور لازم يكون صغير وخفيف وله مواصفات عاليه جدا. وذ لو بريشر لوسز، طبعا بما انه الهواء بيمشي من خلاله، اذا مش لازم يكون في اعاقه شديده داخل الكومبستور. اند هاي افشنسي، كفاءه عاليه جدا تصل الى 98%. جاس تيرباين كومبشن is continuous process. هذه عملية نقطة مهمة، إنه إحنا لا نحتاج إلى شرارة في زي ما مثلاً في آلات الاحتراق الداخلي اللي هو البنزين، بتحتاج لكل سايكل في كل باور ستروك بتحتاج لشعلة أو شرارة. لا، هنا لا تحتاج. ليش؟ لأنه العملية هذه continuous process، عملية مستمرة self sustaining، يعني على طول أول ما تولع الشعلة الأولى ويصير في لهب بيصير في عملية ريفيرسينج او اعاده شكل اللهب الى الخلف بحيث انه يحافظ على الحراره ويحافظ على الاشتعال. Once the combustion flame is lit يعني اشتعلت او شعلت او ولعت، لحظه ما تولع الفليم and the turbine is at self sustaining speed، لما يصل لسرعه self sustaining اللي هي الاعتماد على ذاته او بنسميها الايدلينج سبيد، an ignition source is not required، لا نحتاج الى ignition، خلص بنفصل الignition وبصير التوربينة شغالة بدون الحاجة الى ignition خارجي اشتعال. في عندي هنا ثلاث رسمات، واحدة اللي هي النوع الاول من الكومبستورز، عندي ثلاث انواع. النوع الاول الكان تايب، الكان يعني علبة، او سيليولر من سل خلية، شوف هو نفس اللي شفناه تو، هي 1 2 3 4 5 6 7 8. كل خليه من الخلايا هذه يوجد داخلها الشكل هذا اللي هو لاينر،
في جوتها لاينر، ويوجد جوة اللي هو فيه الفتحات. اللاينر هو القميص الغلاف الخارجي، وفي عندك السناوت اللي السناوت اللي بدخل منها الهواء، وفي عندك الفتحة اللي بدخل منها الوقود على النزل، موجود داخل هذا اللي هو البرنر كان. كل برنر كان موجود داخله هذه اللاينر أو هذه الشكل، النوع الأول. النوع الثاني لاحظ في اختلاف هنا، كل كان إلها غلافها الخارجي، إلها جدارها الخارجي، سلة منفصلة تماما عن باقي السلال، وفي بينهم وصلا. النوع الثاني اللي هو الكانيولار كومباستور، الكانيولار كومباستور هذا بيختلف. الكانيولار كومباستور أو اللي هو بيسموه كان أنيولار أو كانيولار، الكان أنيولار أو كانيولر زي ما مكتوب هنا، هذا عبارة عن نفس المنظر اللي هو اللاينر مع النوزل مع فتحات الهواء، ولكن له غلاف داخلي وغلاف خارجي. يعني مش كل باسكت إلها الغلاف المنفصل زي الكان تايب، لا، هنا في له غلاف. هيو كومبشن أوتر كيسينج، هيو كيسينج غلاف خارجي بيركب عليها هنا داير ما يدورها، وفي تاني غلاف داخلي. النوع الثالث يختلف تماما، عبارة عن عدد كبير من النوزلز اللي موجودة في طوق في دائرة في شكل دائري، وموزعة بحيث انه لا يوجد اي فواصل بينهم، فيش فواصل، هم عبارة عن نوزلز وإلهم الانر سكيرت والاوتر سكيرت، الغلاف الداخلي والغلاف الخارجي اللي بيمشي من خلاله الهواء وبصير عملية الاشتعال، وهذا إله طبعا غطى خارجي، ولكن لاحظ فيه فروق في التصميم، فروق أساسية الصراحة. نشوف إيش كاتب عليهم واحد واحد. النوع الأول اللي هو كان أور سيليولر، اللي هو الكان العلبة يعني، أو سيليولر خلية، هذا منفصل. is composed of a number of burner cans، مكون من مجموعة من العلب أو الباسكس السلال يعني، each with its own casing، its own outer casing. كل سلة أو كل بيرنر أو كل علبة في إلها غلافها الخارجي المنفصل تماما عن باقي الأغلفة، زي ما واضح بالصورة. النوع الثاني اللي هو اسمه كان أنيولر أو كانيولر، اللي هو هيو الكانيولر أو كان أنيولر، هذا إله شوف هنا نقط اشتعال موزعة حوالين الشافت، طبعا العمود بيكون ماشي في المركز، وإله كومبشن اوتر كيسينج، غلاف وحيد، هنا الغلاف منفصل، لا هنا غلاف وحيد من برا بغطي كل النوزلز، وكمان في الداخل في غلاف ثاني هيو انر كومبشن كيس. نشوف ايش كاتب عليه. The can annular or cannular system has a number of burners او burner cans، يوجد علب with a common annular inner and outer casing. هنا الفرق صحيح، عندك في كانز في علب ولكن ليس لها جدار منفصل، الجدار عام، جدار بيغطيهم كل الكانز مع بعض، جدار داخلي وجدار خارجي. In both systems، في هدول الأول والثاني، each burner، كل لهب أو كل نقطة لهب has its own fuel injector، إلها عين الوقود injector nozzle، عين اللي بيطلع منها الوقود أو أكثر من عين. And each system has cross fire tubes. إيش الكروس فاير تيوبس؟ عشان الـ 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 النار تنتقل، يعني أنا إذا بدي أولع الشعلة هذه هنا العين الكومبستور هذا أو الكان هذه، إذا ما فيش فتحة بينها وبين الكان اللي بعدها بدي أضطر أحط شرارة في الثانية وشرارة في الثالثة وشرارة في الرابعة، لا، هم إيش اللي بيعملوا؟ بيولعوا واحدة أو واحدة هنا وواحدة هنا فقط، وبيعملوا بينهم فتحات بسموها اللي هي الكروس فاير او فتحات دخول ال هاي كروس فاير تيوبس، انبوب الحريق او النار الجانبي، هذا it joins the flame zone of each can to the next، كل من كل علبه للعلبه الثانيه، so that flame initiated in one or two of the cans، يعني اذا كان انا حطيت ولعت شعله او شعلتين في اي كان من الكانز، it will propagate، سوف تنتشر، and lights the other burners وبتولع كل البيرنرز اللي هم داير ما يدور الشافت during the starting. These two burner system are typically mounted around the axis. كلام واضح. In the number of cans may vary، طبعا عدد الكانز بيختلف حسب
حجم التيرباين بس بقول لك 6 from 6 يعني ممكن يكونوا 6 ممكن يكونوا 12 وحسب حجم البرنر حسب حجم الانجن. النوع الثالث واللي هو الاحدث الان اللي هو اسمه انيولار كومباستور. الانيولار كومباستور طبعا اللي هو اللي بسموه الحلقي انيولار كومباستور shown here without the inner and outer casing. طبعا له غلاف داخلي وغلاف خارجي. الصورة اللي موجودة أمامنا الانيولار كومباستور سيستم has several advantages. خلينا نشوف منظره. زي ما أنتوا شايفين هو عبارة عن هذا الشكل الانسيابي ويوجد داخله نوزل وهيو نوزل ايلت هاي فتحة الدخول الوقود على العين وفي سكيرت اوتر وانر. سكيرت اللي هي غلاف داخلي اللي هو اللي بلامس النار طبعا وبعدين في هنا نوزل. عدد النوزلز هنا ممكن يكون مش مضطر انا او مش مقيد بالكانز فيش كانز وهنا كمان حتى في كان بس هنا ما فيش كانز ما فيش سلال ما فيش علب. اذا النوزلز منتشره بشكل حلقه داير ما يدور الكومباستور او الكومباشن تشامبر. فاذا ايش بحكي عن النوع الثالث؟ له ادفانتجز له العديد من الميزات وارجو انكم تفهموها كويس انكم بتنسالوا فيها. اللي هو ليش الانيولار كومباستور از سوبرسيدنج؟ ليش هو الاكثر انتشارا؟ It tends to be lighter. أخف لأنه فيش علب فيش معادن كتير إذن فيش كانز إذن أخف. And more compact وأصغر حجما for similar power class. طبعا لما نجي نقارن بين النوع الأول والثاني والثالث هتلاقي أنه الثالث أخف وأقل حجم في نفس القدرة في نفس القدرة الحرارية. There are 2 to 4 times as many smaller fuel nozzles. شوف 2 to 4 يعني 2 3 4 مرتين الى 3 مرات الى 4 مرات عدد النوزلز ممكن يكون اكثر من النوع الاول والثاني. which result in more uniform temperature. هذا ما دام النوزلز كثيره فبصير توزيع الحراره ايش uniform هيها more uniform temperature in the combustor and the gas going into the turbine. بكون في اتزان في توزيع الحراري في الكومبستور وفي حتى في كل التربينة. لما نيجي للكومبستور اي كومبستور من اللي يستخدم في التربينات الغازية gas turbines يجب ان تتوفر في مجموعة من الشروط. هذه الشروط ان شاء الله بنحكي فيها في الجزء الثاني من محاضرة اليوم. خليكم معنا خد بريك صغير وبنرجع إن شاء الله إلى اللقاء.